على مزيكا فام. توا كيف الحاجة ما ضحكش؟ علاش يعودوا فيه؟ علاش يعودوا فيه؟ سؤال يطرح نفسه، علاش يعودوا فيه؟ وجعتك كلمة الحاجة ما ضحكش؟ هي مش أنا اختصرت قلت جملة خاطر يلزمني جريدة كان باش نحكي على الموضوع. معناها غضتني برشا انه مشروع الحجامه اثنين اللي بعد ولا خياطه لقلقوا به في التلفزه الوطنيه مده 3 أو 4 سنين من 2017، واحنا نقول لهم نحبوا نعملوا جزء ثاني راهو مطلوب برشا، راهم العباد يسالوا فينا، راهو شخصيات دخلت لقلوب الناس. شو جاوبكم التلفزه؟ اي وعلاش ليه بيان سور من الاول، وهاتوا النص ولجنه تقرا والكل، من بعد اللجنه ترفض. ما يضحكش، يقولوا لكم ما يضحكش؟ لا ما يقولوش ما يضحكش، ما يقولوا بوم ما نعرفش بالنص يوم ما يعطي قديمة في اللي جين، راك ما تلقاش عرفتك الملاحظة ما فماش. معناها تبعث يقولوا لك ليه وكهو، انت تبدأ تحاول تلقى شي بشر من الناس هذوك تسأل وتقولوا بربي علاش. بعد تكتشف يجي، وبعد طبعا منحب نسب حتى سيدكم، مي جي بعد أعمال أخرى كوميدية أقل حقيقة مستوى من مستوى الحجامة، سواء في الصورة وإلا في الشخصيات وإلا في السيتيواسيو. حتى أصحابها يعترفوا من بعد أنها كانت مزروبة. صحيح. دونك تقول عليه بيه كيف هو ما عادش يعجب، علاش تقول تعاودوا فيه وتعاودوا. ما فماش تناقض في كلامك إنه التلفزة تعاود عمل أي، وترفض انها تعملوا جزء ثاني. دي جوست ماما فماش عليه تناقض، فما تناقض كبير احنا ما فهمناهش بالحق، رانا ما فهمناهش. راهو كل مدير يجي يقولوا له راهو اسمع احنا راهو نحبوا نعملوا جزء ثاني. القناه اخرى خاصه ما عادش عندي ثقه ياسر في قنوات خاصه، خاطر انا كنت عندي تجربه وتجربه مريرة. فاشله ومريره. صحيح الرئيس وإيميسيون كاملة ومسلسل اللي خلصت فيه لخذيت حقي للأدبي ولا حقي حتى لليوم الرئيس ما خلصتش فيه؟ أي حتى لليوم الرئيس وشورب ما خلصتش فيه، والإيميسيون تونف ما خلصتش فيها. معناها ديما نقول أنا التلفزة الأم، هذا المرفق العمومي ما هوش باش يسرقك. أي والعمل الحجامة يتناسب خاطر نظيف، معناتها مش نظيف وجديد، ضحكة جديدة ديكالي، فما فرجة أخرى أي، فما نوعية أخرى متاع كوميديا. مش قايم على شنو بلي مش قايم مثلا على التهريج الماسط، على الغشة، على الحاجات اللي يسمح بهم في القنوات الخاصة. عندما نحبش نقول نعطي منطق أخلاقي يجي يجوز أو لا يجوز، نقول لك التلفزة الوطنية مثلا جيب لها عمل ناجح ما فيه مثلا غشات أو ما يمكن أن يقرأ أنه غشة أو تهريج أكل سطحي ياسر أكيه وكل شيء، أكل يعوش في فمه ولا يلبس كرافات زرق على سوريا حمر على درسنا، تقول لك ليه يا أخي هذا ما لسنا في حاجة لذلك. سيدو لابناليتي وفازت ذلك.